معالي المهندس خالد، قصة النفط والغاز السعودية بالفعل قصة نجاح عالمية، وانت الله يحفظك عرفت بعض الانجازات اللي بتصير واللي في جعبتكم ل 2018، ويعني هذا امر جدا ايجابي بما في ذلك استثمارات ارامكو الجديدة وبرنامج اكتفا. ولكن هناك برنامج مهم وعلى صلة وثيقة برؤية 2030، وهو برنامج الصناعة والخدمات اللوجستية، وهذا تحت مظلة منظومة الطاقة والصناعة. فكيف ما في جعبتكم لتنفيذ هذا البرنامج وجعله حقيقة؟ هو كما يعني ذكرت، هو يعني باعتقادي يقيني أنه هو الأكبر في برامج رؤية المملكة 2030، ويتخطى منظومة الطاقة والصناعة اللي أنا مسؤول عنها، لأنه في الواقع يربط وزارات وقطاعات عديدة في المملكة العربية السعودية. فهو معني بقطاع الطاقة من ناحية مدخلات الطاقة في الاقتصاد المحلي، وأنا لا أتحدث هنا عن تصدير البترول والغاز إلى الأسواق العالمية، ولكن دور الطاقة كمحفز ومحرك للاقتصاد. قطاع الصناعة، قطاع التعدين، وقطاع الخدمات اللوجستية وما تقوم به من دور أيضا محفز للاقتصاد. في تقديرنا سيساهم هذا البرنامج بحوالي 40% من النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي من خلال رؤية المملكة 2030، فهو يعني نسبة عالية جدا تقدر بواحد تريليون وثلاثمائة مليار ريال سعودي. لن أعيد ما ذكرته عن قطاع الطاقة، ولكن لو تحدثنا عن الصناعة فهناك استراتيجية متكاملة لتطوير والقفز بالصناعة بحيث تصل إلى 4 أضعاف مساهمتها الآن في الناتج المحلي الإجمالي، ليس فقط من خلال نمو الصناعات القائمة في المملكة العربية السعودية، ولكن استحداث تجمعات لصناعات جديدة، صناعات المستقبل بما فيها صناعات دوائية، صناعات سيارات، كما تفضل معالي الأخ ياسر، الصناعات العسكرية ستكون يعني محرك رئيسي لقطاع الصناعة، وسندعمها من خلال منظومة الصناعة في سلاسل الإمداد وتحفيز شركات صغيرة ومتوسطة لتكون مقدم خدمات ومقدم أجزاء لهذه الصناعات العسكرية. أيضا المملكة رائدة في مجال الصناعات البتروكيماوية، السنة الماضية شغلنا أكبر مجمع صناعي بتروكيماويات يبنى في وقت واحد، وهو مجمع صدارة. بدأنا نعمل الآن على توسعة لهذا المصنع اللي هي المرحلة الثانية، وبالفعل سيكون هو الأضخم الذي يبنى. شركة ساتورب للتكرير والبتروكيماويات بين توتال وأرامكو السعودية خصص لها اللقيم للتحول إلى مجمع بتروكيماوي ضخم. الأهم من هذه الصناعات الأساسية أننا سنبني صناعات تحويلية ومواد متقدمة جدا يساهم فيها القطاع الخاص، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحدث عنها الدكتور ماجد، وسنحفزها من خلال منظومة وزارة التجارة والاستثمار وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا من خلال المنظومة التي نحن مسؤولين عنها والبرامج التكاملية التي بينها. قطاع التعدين، لدينا موارد تعدينية في الأرض تفوق تريليون ريال في قيمتها، نستهدف من خلال استراتيجية التعدين التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر قبل أسبوعين أن تزيد نسبة مساهمتها في القطاع الخاص
من حوالي 65 مليار إلى 188 مليار خلال العام 2030، وتوليد مئات الآلاف من الوظائف وبالذات في المناطق النامية. طبعا المحور الرابع بالإضافة إلى الطاقة والصناعة والتعدين هو الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وهذه بما فيها من خطوط سكك حديد وطرق وموانئ وسلاسل إمداد وسبل لنقل البضائع لتمكين القطاعات السابقة التي تحدثت عنها ولتحقيق رؤية المملكة لأن تكون رابط للقارات. الأهم من كل من هذه المحاور منفصلة هو الربط بين التنسيق والتكامل، وأن يكون كل من هذه المحاور ممكن وداعم للقطاع الآخر لزيادة التنافسية. المملكة تعيش اليوم وسنعيش أكثر في المستقبل في عالم تنافسي جدا جدا. ميزة التنافسية من ناحية الموارد الطبيعية مهمة، ولكن لا نستطيع أن نعتمد عليها وحدها. من المهم إنتاجية المصانع، من المهم إنتاجية القوى البشرية. هذا البرنامج والبرامج الأخرى لتحقيق الرؤية ستضمن بإذن الله من خلال التنفيذ الدقيق، وهذه الميزانية ستكون الأولى في ذلك، أن تكون المملكة بكافة قطاعاتها منافسة وقادرة على التصدير. ناحية أخرى أود أن أذكرها أن هناك بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية ممكنات. أهم الممكنات طبعا هو الموارد البشرية وتطويرها. القطاع الثاني هو التمويل. صندوق التنمية الصناعي تمت الموافقة على زيادة رأس ماله بعشرين مليار ليرتفع في مرة واحدة من 45 إلى 65 مليار ريال، وسيضخ خلال العام القادم ما يقارب 10 مليارات ريال كقروض. أيضا تحدثنا عن إنشاء بنك لدعم الصادرات، وتمت الموافقة من خلال الحزمة التحفيزية التي تحدث عنها الدكتور ماجد بخمسة مليارات كدفعة أولى، ولكن رأس مال هذا الصندوق سيصل إلى 30 مليار، وهناك الكثير من المحفزات الأخرى التي ستكون من خلال هذا البرنامج. شكرا جزيلا معك.